باب تروى كان كاران سرتريا دو سوالين دارسو انت حريم هارمو غول الجلوس جودا غول على قبر مهور قبر حديث 1775 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم والله ان غد مودن جودو على جمره مهور كمبريت فتار اسيابه ده سنه كنت مكودين هاورتا فتخلص الى جلده ده هوتا غورينجل ده سنه غورينجل هاي تتيونغو خير لو كنت مبري مجاندي من أن يجب سديد أو جودة على قبر إهور قبر رواه مسلم نانا نانا بفاما بكما يا كبير دو تابر دي فون واتنا لنا يفور طالو إهور قبر جدين كون قال فام قولوا حديث يلا بيدين فامين دي آمين والله أعلى وأعلم.